نعاود كيما نقولوا حنا نحطوه في السكه الصحيحه. الجانحين والضحايا لسنه 2021. في 2020 عندنا 504 التهريب، التهريب طبيعة الحال للنساء ضحايا ولا اللي تم ممارسة عليهم المرأة من مختلف أشكال العنف، ماشي راح ندخل خطف ويبعت قاصر 21، سرقة ممتلكات. حنا كانت ترسانة قانونية اللي وضعتها الدولة أشخاص العشر الجنسين معا، وهذا أيضا تلهم من الإحصائيات. إذا كان حنا نشوفوا كاين جرائم من الأشهر 125 حالة المساس بالآداب العامة. العمل تاعنا راح يكون من جانبين، جانب وقائي، وقلت لك الجانب الوقائي يكون عندنا عمل تحسيسي واستباقي، لانه دوك حنايا بالنسبه لواحد الدرك الوطني كيعود عندنا اعتداء، سواء تقدمت الضحيه اعتداء عنف بالنسبه للاطفال ولا للنساء. تقدمت الضحيه رانا كما قلنا نوفروا لها التكفل اللازم ونقوم بالاجراءات القضائيه اللازمه ونرسلوا الملفات للعداله. عندنا كذلك عمل استباقي، حنا وحتى المرأة ما تقدمش عندنا عمل استعلامي، ممكن حتى مثلا تتنقل على المصالح الاستشفائيه ولا راح المعلومه توصلنا، رايحين حنا اوتوماتيكمون نتنقلوا وراح نسمعوا الاطراف ونحاولوا كما نقولوا نحقوا مع الضحيه.